كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد ميروسلاف ليتشاك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بكل أوجه التعاون المشترك الذي يعزز مصالح البلدين ويعود بالمنفعة على شعبيهما الصديقين ويؤدي إلى زيادة التنسيق بين البلدين. في المحافل الدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، نوه معالي وزير الخارجية بجهود سعادة السيد ميروسلاف ليتشاك أثناء رئاسته لجمعية العمل الأمم المتحدة في دورتها 72، وبحرصه على تفعيل دور الأمم المتحدة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.